جماهير مانشستر سيتي بتشعل مواقع التواصل الاجتماعي احتفالا بهدف رياض محرز في مرمى نيجيريا والتأهل لنهائي بطولة أمم أفريقيا. أهلا بيكم، معاكم محمود حجازي من قناة إيجيبشن كينج. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير علشان توصلوا الفيديو لأكبر عدد من الناس، ولأول مرة بتشوفونا تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم إشعار بالفيديوهات الجديدة. مانشستر سيتي نزل تغريدة على تويتر بيحتفل بيها بهدف رياض محرز في مرمى نيجيريا وتأهل الجزائر لنهائي بطولة أمم أفريقيا، ودي كانت تعليقات جماهير مانشستر سيتي. الملك الوحيد للعرب، شكرا يا ولدي، يا له من لاعب مدهش، قدم متعلمة جيدا، ترسل الجزائريين إلى النهائي بالتأكيد عقلية الفوز التي حصل عليها بالفوز بالجوائز. بنتمنى أنه يحافظ على المستوى ده الموسم القادم. هذه ليست سوى البداية، الملك محرز، واحدة من أفضل الأهداف التي سجلت في البطولة، أفضل لاعب عربي في العالم، يا له من هدف رائع من قبل لاعب عظيم، أفضل إفريقي في الدوري. دي كان جزء بسيط من تعليقات رياض محرز وفوز الجزائر والتأهل للمباراة النهائية. مليون مبروك لإخواتنا الجزائريين، مليون مبروك لكل العرب، لأن الجزائر بتمثل كل العرب مش الجزائر بس، ويا رب كده تفوز بالبطولة وتفرحنا كلنا. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ما تنسوش اللايك والشير. سلام.